وصول كمية كبيرة من أجهزة الإكس تول، أجهزة الإتش 6 إيلايت، وأجهزة الإكس 100 باد 3، الباد 3 أو الباد إيلايت الجديدة. وصول كمية كبيرة جدا من أجهزة الإكس تول، الإكس 300، الإكس 100 باد 3 مع أجهزة الإتش 6 إيلايت، طبعا مع التويوتا سيميوليتر، مع الكيسي 100، مع الكيسي 501، اكثر من موديل. طبعا هذا الاكس 100 باد ايلايت، هذا وصول كمية كبيرة منها. خلينا نشوف. طبعا هذا الاكس 100 باد ايلايت او الباد 3 اللي احنا بنسميه الباد ايلايت، موديل جديد جدا جدا من شركة الإكس تول لبرمجة المفاتيح. هذه شاشته الكبيرة، نفس تقريبا شاشة الـ H6 EB تمام. وهذا طبعا البيسك كيت اللي ما بيجي معاه الكيسي 100. رح نشوف الكيت الكامل اللي بيجي معاه الكيسي 100، معاه طبعا الإبروم ريدر ومعاه الوصلات القديمة موجود. طبعا كميات كبيرة من شركة الإكس تول، الإكس 100 باد إيلايت بعد الفيدباك الممتاز عليها. موجود عندنا طبعا بالكيسي 100 وبدون الكيسي 100. راح نشوف الآن طبعا هذا الباد إيلايت، طبعا هذا مع الكيسي 100. Let's open it. هذا بيجي بدون الكيسي 100، هذا الثاني بيجي مع الكيسي 100. Show me. هاي شوف كاتبين هون كيسي 100 مع الإبروم. الثاني البيسك كيت بيجوا مغطين عليها لأنه محوش الكيسي 100. خلينا نشوف الكيسي 100. هاي لو شايفين الشاشة مع الكيسي 100 مع جميع الملحقات، هذا بيسموه الفول كيت. طبعا سعره أغلى شوي من البيسك كيت اللي بيجي بدون الكيسي 100. لطلب الأجهزة الإكس تول اتصلوا على شركة المهندس الإمارات الشارقة 0971501679410. نكمل معكم يعني كميات كبيرة جدا الـ H6 EB والإكس 100 باد 3 من شركة الإكس تول، والإتش 6 برو حتى البرمجة راح نشوف بعد شوي. ووصول كمية من الكيسي 501 تمام. جهاز رائع جدا، نسخ وبرمجة المفاتيح والMCU والإبروم شيبس والمرسيدس انفراريد طبعا الجديد، بينسخ مفاتيح المرسيدس، بعمل انكريبشن الفريكونسي وبدعم البي سي. هذا شيء رائع جدا، يعني ممكن تنزل برنامج على اللابتوب وتشتغل. جهاز رهيب، نيو تكنولوجي من شركة الإكس تول. وصلات التويوتا، ملحق للإكس 100 باد 3، تويوتا سيميوليتر رهيب رهيب جدا، تكنولوجي رهيبة بأسعار معقولة جدا جدا من شركة الإكس تول. وصلات الإكس تول، قوابل اللي بيحتاج كيبل للإكس تول تمام، اللي محتاج قوابل للإتش 6 إي بي، اللي محتاج شاشات طبعا عندنا هذه شاشات لو شاشة انكسرت كله موجود. وهاي واصلنا كمية، واصلنا كمية كمان من أجهزة الـ H6 برو اللي فيها برمجة مرسيدس وبي أم. الناس اللي طلبوا وحجزوا هذا الـ H6 برو موجود، يعني كميات كبيرة من الـ X2 بصراحة. إذن جهاز الـ H6 برو من أروع وأفخم الأجهزة من شركة الـ X2، فيها برمجة أونلاين مرسيدس وبي أم وولف أودي فوكس فاجن طبعا بيستجيب. وعندنا واصل كمية كمان من أجهزة البي اس 90 برو جي دي اس اللي هو لفحص السيارات الصغيرة وللسيارات الكبيرة مع بعض، يعني اثنين بواحد سيارات الصغيرة، لأن لما يجي بي اس 90 عندنا من البي اس 90 موجود هنا، موجود جوا الاتش 6 دي برو والبي اس 90 موجود عندنا في الستور، لكن البرو خالص من عندنا الآن متوفر اللي بفحص السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة. جهاز راقي جدا جدا جدا، كل اشي فيه، كي بروغرامينج، اويل سيرفيس ريسيت، ثروتل بادي ريسيت، اي بي ار، مايلج ادجستمنت، كي بروغرامينج، سيارات صغيره سيارات كبيره كل اشي. صراحه جهاز راقي جدا جدا البي اس 90 برو.
وعندنا كمان وصول كمية كبيرة جدا من أجهزة البي اس 70 برو بسعر يعني جدا مناسب، وفحص جميع كمبيوترات السيارات وجميع أنواع السيارات بسعر بالفعل معقول كثير ما شاء الله. أجهزة يعني راقية جدا بأسعار قليلة جدا، شركة الإكس تول منافسة بالأسعار. وهذا عندنا اللي هو السيرفيس تول الإكس 100 برو 2، كميات كبيرة كمان منه اللي حجز برمجة مفاتيح وبرمجة ريستات مختلفة، وكمان في اللي هو الكلاستر كاليبريشن، واحنا بنعملهوش دعاية لانه هذا شوية نعتبر بعتبره مش كويس، موضوع المايلج كوركشن اللي بيحتاجه موجود الاوبشن، احنا طلبنا منهم يشيلوه والله ما شالوهوش صراحة. فكميات كبيرة جدا من اجهزة الاكس تول موجودة لدى شركة المهندس الامارات الشارقة. اتصلوا على 0971501679410. هذا المهندس لعدة الورش، هذا محلنا، واحنا موجودين عشان محمد بن زايد بالشارقة صناعية 17. الوصول لنا جدا سهل، او انه عندنا خدمة شحن وتوصيل لين عندكم لاي محل. كل اجهزة متوفرة وموجودة، هاي الاكس 100 باد كمان عندنا ما جبناش لانه عندنا متوفر. عندك جهاز رائع جدا الاوتوبرو باد، جهاز راقي جدا الاوتوبرو باد، 6 سيارات امريكية مش موجودة باي جهاز ثاني. الاكس 100 باد، الباد 2 طبعا خلص التغى بحضور الباد ايلايت اللي هو قاعد بيطول فيه من الكراتين هذه، جهاز راقي جدا الباد 2، الباد عفوا اكس 100 باد ايلايت او الباد 3 بنسميه، هو نفسه يا جماعة ترى هو نفسه بالضبط، بس هذا بعطول الديلر. تصلوا على 0971501679410.